بتطوان انطلقت فعاليات الدورة 15 من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمشاركة 11 بلدا إفريقيا وأسيويا وأوروبيا. المنتدى يهدف إلى تمكين المهتمين وعشاق الفن التاسع من تبادل التجارب والأفكار والاختيارات الفنية والجمالية في مجال الأشرطة المرسومة. تظاهرة كذلك فيها مجموعة من الأنشطة كندوات كورشات لفائدة الخريجين ديال المعهد والطلبة ديالو، كذلك وكاين تقديم يعني مستجدات مجال الأشرطة المرسومة. حفل افتتاح هذا المنتدى عرف تكريم الفنان الراحل علي نخشة وكذا فنان الأشرطة المرسومة محمد النضراني، بالإضافة إلى تكريم الفنان المرموق في الأشرطة المرسومة والكاريكاتير خريج المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان محمد الخو. سعيد بأنني نكون من المكرمين الشباب ديال هذه الدورة، سعيد جدا 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 وسعيد أكثر بالمستوى اللي وصلوا هذا المنتدى، تبارك الله غادي في خطى ثابتة. حفل الافتتاح تضمن الإعلان عن جائزة الأشرطة المرسومة مواهب إفريقيا 2022 التي آلت لمينا قريشي من المغرب، فيما الجائزة الوطنية للأشرطة المرسومة فعادت لصلاح الدين فلاني من المغرب.